مرحبا ترحب تنبه للمواجب الأصيلة عدم على حد فروق وعد جماح الحن رعدها يا هلا يلي لقاهم يشفي الروح العليلة يا وجيه نورها كالشمس لاجت بكبدها مرحبا باسم الكريمة بنت الأجواد الأصيلة أم حاتم يا سعدها اليوم في فرحة ولدها أم حاتم يا سعدها اليوم في فرحة ولدها أم حاتم الزيون وصافها وما نحصيها في عددها بنت شيخ بالكرم والطيب ما لقى مثيله الشيخ عز وشيخ الطالة والمواقف هو أسدها من زحون الماخذين المجد وسيوفه وخيله لا بتنتظر بنفعل الجزال وتعتمدها افخر يا أم حاتم فيه وانت له سليلة ذاكرة الجنة مقرة والنبي فيها خليلة وجعل قبره روضة بكل أوقات يردها وانتي اختي لهم في الناس مقدار وفضيلة القروم اللي لكل الناس ما تقصر مددها لك عيال هم ضحاطح وهم رؤوس القبيلة العري من الجدود ومن ساكن من نشدها والله يبارك لحاتم التواصل على جوال 05-02